بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على إنسان الكمال وطلعة الجمال وعلى أهل بيته أهل الوصال وعلى صحابته كريمي الخصال وعلى التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السادة مشاهدو قناة الشروق المتميزة، نحييكم. ربنا لطيف وحبيبه لطيف وشرعه لطيف، ويحييكم برنامج لطائف متخصص والمتميز في إيصال الدعوة بمعانيها اللطيفة السامية العالية الغالية. وبإذن الله تعالى وباستمداد منه بواسطة حضرة حبيبه صلى الله عليه وسلم، نتحدث في حلقة اليوم عن الذكر وفضل الذكر ومشروعية الذكر، وهي إن شاء الله حتكون حلقات عن الذكر، ليست حلقة واحدة وإنما حلقات متصلة ومترابطة عن الذكر ومشروعية الذكر وفضل الذكر والذكر الفردي والذكر الجماعي وما يتعلق بكل أمور الذكر وثمرة الذكر وفضائل الذكر. الذكر هو منشور الولاية وهو عنوان الولاية. لا توجد ولاية بدون ذكر. إذا ما عقد الذكر رفعت رايات الصالحين ورفعت رايات الولاية. يقول المولى عز وجل في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. يعني إما كان في أي بيان ولا كان في دليل غير كلام المولى عز وجل أنا جليس من ذكرني لكفى ذلك الذكر فخرا. لكن ده نص، ونحن دائما بنركز، ليست المشكلة في النص ولكن العبرة والثمرة في فهم النص. أنا جليس، ده المولى عز وجل. هنا المولى عز وجل لابد إننا نكون جالسين على قاعدة راسخة إيمانية وركن ركين من العقيدة السليمة. المولى عز وجل خالق، والخالق ليس كمثله شيء. الجلوس للمخلوق، الجلوس والقيام وكل تلك الأوضاع هي تخص المخلوق، وكل ما يتعلق بالمخلوق فالمولى عز وجل خلاف ذلك. فلما المولى عز وجل يقول أنا جليس من ذكرني، فمعناه إنه هنا المولى عز وجل نستصحب معدته ونستصحب الأنس بالمولى عز وجل. المولى عز وجل لا يتحيز بمكان، المولى عز وجل هو رب الزمان ورب المكان. إن شاء أزعد الزمان وأزعد المكان، وإن شاء أشقى الزمان وأشقى المكان. فالزمان والمكان هم عبيد للمولى عز وجل. ولذلك إن الجلوس لا نفهم إنه المولى عز وجل يجلس بالجلوس المتبادر إلى الأذهان، لأن المولى عز وجل خلاف ذلك ليس كمثله شيء. بدي القاعدة اللي بنرتكز عليها، نبعد عن التشبيه، وهنا علينا بالتنزيه لا بالتشبيه، لأن المولى عز وجل منزه عن التشبيه وعن المثال. الذكر له فضل خاص. نحن في الزمن اللي علينا ده إذا نظرنا إلى العالم من حولنا بنلقى إنه الناس دي انشغلت وانشدهت بالمعايش وانشدهت بالرزق وبالسعي وراء الرزق لغاية ما نسوا الذكر. وتناسي الذكر بيخلي العيشة ضنك. أسا بتلقى في أزمة اقتصادية في كل العالم. ليه؟ لأنه الناس ابتعدت من الذكر. ونحن في برنامج لطائف هنا بنذكر الناس، لأنه الناس في غفلة، الناس في غفوة، الناس محتاجة لمن يوقظها. هذه الأمة إذا استيقظت عادت لأول عهدها. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلذلك اهتمام الناس وانشغال بالمعايش وبالأرزاق وبالأولاد وبالزوجات بعد من ذكر الله، لذلك بكت المعيشة هنا ضنك. ولما تكون المعيشة ضنك هنا المولى عز وجل عاوز يرجع عبيده لحظيرة الذكر عشان الناس يتذكروا. ولذلك تجد أهل الغرب
ألفوا ما ألفوا، لهم كثير جدا من المراجع، ولهم عدد من المؤلفات، ولهم عدد من الكتب في إدارة الوقت وفن إدارة الوقت، وجابوا ما يسمى الآن بالكوتشز، يقول لك ده كوتشي مثلا إنه متخصص في إدارة الوقت وفن إدارة الوقت. لكن للأسف الشديد كلها متعلقة بالمال وبالدنيا، لهت الناس. لكن إدارة الوقت تكون بعدم تناسي ذكر الله مع العمل. نحن ما بننهى الناس عن العمل، أعمل لكن خليك مرتبط بذكر الله، مش تعمل وتنشغل بالعمل وتبتعد من ذكر الله. ده المرفوض. دي بتحقق لنا آية. نحن زي ما قلنا فهم النصوص، نفهم النص تماما. مولى عز وجل يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى الحركة ما ممنوعة، حتى مولى عز وجل ما منع، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن مع التجارة ومع البيع لازم أنت تربط بذكر الله. يعني في أثناء ما أنت بتمارس عملك لازم أنت تكون في حالة ذكر مع الله، في حالة تسبيح، في حالة تحميد، في حالة تمجيد للمولى عز وجل، عشان عملك ذاته يتبارك، وعشان دخلك ذاته يتبارك ولو كان قليل. الكلام ما في كمية الماهية لا، ولكن الكلام في 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 البركة. إذا وجدت البركة الشيء ولو كان قليل يكثر ويتبارك، والشيء إذا كان كثير ونزعت منه البركة خلاص. البركة بتجي بالذكر، تربط عملك والذكر. هنا التاجر بس تلقى في زماننا ده تلقى التجار يشتغلوا بالاحتكار، تلقى تاجر ويعمل وتلقى شايل له سبحة في يده لكن بيحتكر، تلقاه بيدلس في البضاعة، تلقاه بيخزن في البضاعة، تلقاه بيرفع في الأسعار، يعمل مشقة على الـ على الـ على أمة النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شق على أمتي اللهم فاشقق عليه، ودي دعوة النبي مستجابة. يبقى الإنسان إذا راعى ضميره في تجارته وفي بيعه منع الاحتكار، خفف على المواطنين بأقل الأرباح عشان ما ييسر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هنا الغائب بيكون ذاكر. لو علم الحلال والحرام الناس يشتغلوا في السوق حلال حرام ما يهمه، يخلط الحلال بالحرام ودي بتمحق البركة. لكن الإنسان إذا بقى ورع ده ذاته ذكر، إذا راعى الأمانة دي ذاته ذكر. يبقى رجال لا تلهيهم ولا تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فاصل قصير لنعود وصلا بالكثير. عدنا والعود أحمد لنتحدث عن الذكر وفضل الذكر. قلنا الإنسان ممكن في عمله تلقائيا يكون بمارس في الذكر إذا راعى المحارم وراعى الحلال وراعى الحرام، عرف فقه البيوع ومارس البيع وفق ما أمر به المولى عز وجل ووفق ما أمر به حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المولى عز وجل يعني أمر بالذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هنا الإمام مجاهد إمام أهل التفسير قال لا يعد الذاكر ولا الذاكرة من الذاكرين كثيرا ولا الذاكرات كثيرا إلا إذا ذكر الله في كل المواضع. ذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا. نربط الأمانة والذكر بقصة واقعية، والقصة معروفة لكن دعنا ننظرها بنظرة لطيفة، نظرة معرفية عالية. لما سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان كان بيتفقد في الرعية بالليل، سيدنا عمر في أثناء التفقد جاي ماري سمع في حديث بين مرتين، واحدة بتتكلم مع الثانية وبتقول لها زيد اللبن موية، الثانية بتقول لها انت ما سمعتي الأوامر بتاع سيدنا عمر ولا المنادي بتاع سيدنا عمر؟ قالت لها سيبيني من سيدنا عمر ومنادي سيدنا عمر، الدنيا ليل وسيدنا عمر السويل. ما هنا ده بيع، حركة بتاع بيع لبن، لكن يعني خالط وغش. شوف هنا الذكر، هناك الثانية الذاكرة قالت لها إن نام عمر فرب عمر لا ينام. هنا ذكرت الله أثناء البيع، راعت الله حتى وإن كان القائم بأمر الرعية نايم، وسيدنا عمر هنا ما نايم، سمع هذا الحوار وقال لغلامه علم لي هذا البيت. شوف هنا الفقه بتاع سيدنا عمر،
وشوف اللطائف اللي فهمها سيدنا عمر من هذا الحديث، شوف الامر ده نتج منه شنو، شوف الامانه بتاع سيدنا عمر في تفقده للرعيه واهتمامه بالرعيه. ونحن هنا بنخاطب كل الزعماء في كل العالم الاسلامي، اين انتم من تفقد سيدنا عمر واهتمامه بالرعيه؟ دي رسالة عميقة لازم احنا نوصلها. اين هؤلاء الزعماء من سيدنا عمر وتفقد للرعية؟ هنا سيدنا عمر علم لحكمة، هو فهم وصله انه البيت ده فوقه في مع البيع في ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فقال ليه بعد ما تعلمه، قال له تعال ثاني يوم البيت اللي علمته تعال شوف البيت ده قاعد فوقه منه، جيب لي عنهم معلومات. ففعلا غلام سيدنا عمر عليه رضوان مشى تفقد البيت وقال له يا خليفة رسول الله بهذا البيت امرأتان، إحداهما أم والثانية ابنة. قال له كان بتتكلم دي الابنة، كان بتنهى أمها عن الغش. سيدنا عمر هنا عمل شنو؟ قام قال له نادوا أولادي كلهم جيبوا لي هنا. جابوا أبناء سيدنا عمر، وسيدنا عمر عقد معهم اجتماع سريع. قال لهم والله لو انا كان عندي رغبه اني اتزوج كان والله الان اتزوجتها، لكن والله ليست لدي رغبه في الزواج، لكن في يعني بنت صالحه تصلح ان تكون زوجه لا تخرج من بيتي الخليفه عمر. تكلم عن نفسه. سيدنا عبد الله يعتذر، وردت سيدنا عمر التالي سيدنا عبد الرحمن يعتذر إنه هم متزوجين ما بيحوجوا للزواج. سيدنا عاصم ابن سيدنا عمر قال لي يا أبتاه يا عمر ما دام أنك اخترت هذه المرأة معناها هذه المرأة صالحة، لأنه سمعت حبيبي يقول الحق على لسان عمر، أنت ما بتختار ساي. فهنا سيدنا عمر زوج تلك البت صالحة لولده الصالح سيدنا عاصم، وكان نتاج هذا الزواج بنت. هذه البنت ولدت بنت هي أم سيدنا عمر بن عبد العزيز. شوف هنا ذكر الله وربطه مع البيع، تكونت بنت صالحة وسيدنا عمر طوالي زوج هذه البنت الصالحة لابن صالح. ماذا كان النتاج؟ النتاج هو سيدنا عمر ابن عبد العزيز عليه رضوان، هذا الخليفة الأموي الصالح، نتاج بذرة صالحة من أم صالحة لأب صالح. شوف هنا فضل الذكر وفضل ارتباط الضمائر وارتباط القلوب بالله. إذا ارتبط القائد والزعيم بالله كان نعم القائد لنعم الأمة، وإذا الرعية برضو اتقت، لأنه هنا سيدنا عمر كان يمثل القائد والزعيم وهذه البنت الصالحة كانت تمثل الرعية، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا صلحت الرعية صلح الراعي، وكان النتاج صلاح. يبقى من هذا نتج في نفع للأمة المحمدية. يعني سيدنا عمر انتقل ولكن خلى خلفه يعني ذرية صالحة، جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز وكان امتداد عمري عزيزي لسيدنا عمر خطابي تواصل. لذلك رسالتنا اللي بنوجهها من هذا البرنامج لساداتنا الزعماء، اتقوا الله، وأيها الرعية اتقوا الله، وعليكم بذكر الله تنالوا ما تنالوا من الخيرات. ربنا لطيف وحبيبه لطيف وشرعه لطيف. لكم التحية من برنامج لطائف بقناة الشروق المتميزة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.